بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التي نتناول فيها إن شاء الله أسماء الأفعال في القرآن الكريم، لم يترك القرآن الكريم أسلوبا من أساليب العرب إلا وجاء به، ولم يترك فئة من فئات الكلام إلا واحتواها ووظفها خير توظيف، كالأسماء والأفعال والحروف. ومنها أسماء الأفعال، وهو مدار حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله. أسماء الأفعال مبحث أصيل في اللغة العربية، بحث فيها علماء اللغة وأحاطوا بأوزانها ودلالاتها ووظائفها وغير ذلك. واسم الفعل بشكل مختصر هو كلمة تستعمل استعمال الفعل شكلا وتعامل معاملة الاسم صرفا، وللعلماء في تعريفها وتبويبها أقوال ليس هذا مقام البسط والتفصيل فيها. وقد تنوعت أسماء الفعل من حيث الزمن والتصريف والتعدية وغيرها في كتاب الله عز وجل، وهذا بيان بعض مواضعها التي يحسن الوقوف عليها، لأن بعض الذين يقرؤون القرآن الكريم يمرون بها ولا يعرفون معانيها، ومن هنا وجب أن نلتفت إليها وأن نقول فيها هذه الكلمة. ومن تلك الأسماء، أسماء الأفعال، لفظة أف، فهذه من أسماء الأفعال التي وردت في القرآن الكريم على اختلاف لفظه عند العرب، بين من يسكن الفاء ولا يشددها فيقول أف، ومن يبينه أو يبنيه على الكسر دون تنوين فيقول أفي، ومنهم من ينون طبعا، وهذه هي القراءة القرآنية المعروفة، فيقول أفن. وقد اشتق منها كما تعرفون لفظ التأفف، ومعناها باختصار هو التضجر والتململ، وهو عند أهل اللغة أدنى درجات القول، لأنه صوت يطلقه الإنسان عند تضجره، وهو اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر. وقد ورد اسم الفعل هذا في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، أولها في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وثانيا في سورة الأنبياء: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وثالثها في سورة الأحقاف: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وقد ظل الناس يستعملون اسم الفعل هذا حتى اليوم بمعناه الأساسي أي التضجر، ولكنهم أضافوا إليه معاني جديدة مثل التعجب للتعبير عن الدهشة كأن يقول أوف، أو للتحسر للتعبير عن الندم بمد الصائت القصير بين الهمزة بعد الهمزة كأن يقول مثلا أوف. وهذا كله من باب التطور الدلالي للألفاظ في اللغة، واللغة كما تعلمون كائن حي يعيش ويكبر طالما رعاه أهله بالاستعمال. وثاني هذه الأسماء، أسماء الأفعال، تعالى. وقد اختلف العلماء في كونها اسم فعل، ولكن منهم من رجح كونها كذلك لأسباب ليس هذا موضع البسط فيها، وهو اسم فعل أمر بمعنى الطلب، مع رجحان فتح لامها في كل تصريفاتها. وقد وردت في القرآن الكريم مع واو الجماعة في سبعة مواضع، منها قوله عز من قائل في سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهي آية المباهلة كما تعلمون. وكذلك في موضعين آخرين في السورة نفسها وفي سور أخرى،
ومنها الآية الكريمة وليعلم الذين في سورة آل عمران وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وكذلك وردت في السور الأخرى وفي مواضع كثيرة لا نقف عندها كلها لأنها جاءت بهذا المعنى الذي ذكرناه، منها ما جاء في سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، وكذلك هي مواضع كثيرة لا نقف عندها. وهذا المعنى الذي ذكرناه هو المعنى المتعارف عليه وفي عليه أكثر تفاسير القرآن الكريم، وقد جاء في سورة المنافقون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وجاءت هذه اللفظة مرة واحدة متصرفة مع ضمير خطاب جمع المؤنث في قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أما لفظة تعالى التي تكتب بالألف المقصورة مثلما في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، فهي من العلو والتنزه والارتفاع ولا علاقة لها بالأولى. وكذلك هي في سورة الأعراف في الآية 190 وفي غيرها في سورة يونس في الآية 18 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعون ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك في سورة النحل وفي سورة الإسراء وفي غيرها من سور القرآن الكريم. أما اسم الفعل هيهات فتقال على الشائع بفتح التاء وتقال بضمها كأن نقول هيهات وهيهات وبكسرها هيهات، وكذلك تقال بالتنوين هيهات، وهي اسم فعل ماض بمعنى بعد أي صار بعيدا. وجاءت في موضع واحد في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة المؤمنون هيهات هيهات لما توعدون، أي أنه بعيد يستحيل مناله. وقد احتفظت العامة باسم الفعل هيهات إلى يوم الناس هذا، فمنهم من يستعملها كما هي هيهات ومنهم من يختصرها فيأتي بها مع الصامت الطويل الياء كأن يقول هي هي فيمد الياء الأخيرة تعبيرا عن هذا البعد الزماني، أي أين مني ذلك لقد صار بعيدا وقريب منه في لفظه، ولكنه يختلف في معناه اسم الفعل هيت الذي سنتناوله الآن. فهيت ورد هذا الاسم اسم الفعل في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة يوسف في الآية 23 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. على أن هناك قراءات أخرى منها هئت لك كما تعرفون، ولكن التي تعنينا هنا هي قراءة هيت وهو اسم فعل أمر لازم فلا يتصرف مع الضمائر، على أن بعضهم يقول بإضمار ضمير المخاطب فيه مثل صه ومه، ومعناه أسرع عند أكثر أهل اللغة، ومنهم من يقول بأنها تعني طلب الإقبال بمعناها لم أو تعالى أو أقبل، أي أنها في سورة يوسف تدعوه إليها. ومن باب الطلب هذا أيضا اسم فعل هو هلم، وهذا اسم الفعل هلم موجود في القرآن الكريم وهو اسم فعل أمر بمعنى أقبل أو بمعنى أدعو أو أحضر، وتستخدم للمفرد وللمثنى وللجمع وللمذكر والمؤنث، وقد جاءت في موضعين في القرآن الكريم أولهما في سورة الأنعام قل
هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. والموضع الثاني في سورة الأحزاب قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ومن هذه الأسماء أسماء الأفعال اسم هو هاؤم الذي يجهل معناه كثير من الناس، وهو اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقد ورد مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه، أي خذوا فاطلعوا على ما في صحائفه. وقد قال بعض أهل الصنعة ومنهم ابن هشام إنها في أساس وضعها هاء، وهذا مما يستعمله الناس حتى يومنا هذا فيقولون ها، أي بمعنى خذ، ومنها ما أضيف إليه كاف الخطاب فيقال هاك. وأما الاسم الآخر فهو ويكأن، وكثير من الناس يسألنا أهل اللغة إن كنا نعد نفسنا من هؤلاء عن معنى ويكأن في كتاب الله عز وجل، وهو من أسماء الأفعال التي يمر بها كثير ممن يقرأ القرآن ولا يدرك معناها. ويكأن قال العلماء فيها أقوال، قالوا ربما هي وي ثم أضيفت كأن إليها، وقالوا هي ويك ثم أضيفت أن إليها، وقيل هي كلمة واحدة. ذكر سيبويه أنه سأل الخليل بن أحمد عن معنى ويكأنه التي في قوله تعالى في سورة القصص: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. فقال: كل من أظهر ندامته قال وي. وقال في تفسير الآية السابقة إن وي بمعنى أتعجب، ثم تلتها كأن التي بمعنى اليقين أو بمعنى التشبيه، فيصير المعنى على ذلك إني أعجب من ذا الأمر أو من شبهه بغيره. وذهب الكسائي إلى أنها ويلك، إلا أن لامها قد حذفت على أن ويل اسم فعل آخر ورد في القرآن الكريم، وهذا بيانه. فويل ورد في القرآن الكريم بصيغ مختلفة، منها ويل التي وردت 23 موضعا، كما في قوله عز من قائل في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك في سور كثيرة في مواضع يعني يحسن بنا أن لا نقف عندها في هذا المكان، وهي كثيرة كما في الزمر وغيرها وفي الزخرف والمرسلات. وكذلك جاءت ويل معرفة بالألف واللام أو مضافة إلى ضمير الخطاب أو ضمير المتكلم، مثل قوله تعالى في سورة الأنبياء: ولكم الويل مما تصفون، أو في سورة طه قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، أو في سورة القصص: الذين أوتوا العلم، أو وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وكذلك في سورة الأحقاف وفي سورة الأنبياء. وفي سورة الأنبياء جاءت في الآية 97: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وكذلك أضيفت ويل إلى ناء الدالة على المتكلمين كما ترون. وجاءت بصيغة ويلت 4 مرات في القرآن الكريم، وهذا التأنيث توقعه العرب في بعض الأدوات كما فعلت مع ثم، فتقول في ثم ثمت، أو تقول في نعمة نعمت،
وغيرها من الأدوات التي تستعملها، وجاءت مطلقة أو مضافة مثل ويلتا أو ويلتي أو ويلتنا كما في سورة المائدة، قال يا ويلتا أعجزت أو أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، وكذلك في سورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أو في سورة هود قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز، وكذلك في سورة الفرقان يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقد عدها بعض اللغويين مع ويس التي تستعمل بمعنى الاستملاح، كقولك عن فلان ويسه أي ما أملحه، وويحة التي تستعمل للترحم على من نزلت به فاجعة، يقول الناس عطفا على القلب ويح قلبي وويب قلبي كذلك التي في معناها. أما معنى ويل فقد تعدد بتعدد التأويل، فقيل هو واد بجهنم، وقيل هو جبل فيها، وقال الخليل الويل هو شدة الشر والمشقة من العذاب. أسأل الله أن يجنبكم وإيانا عذاب الويل وكل عذاب. أسماء الأفعال إذن في القرآن الكريم كثيرة، ويبقى منها كثير، منها عليكم ومكانكم أي الزموا، وتعالى وحسب، وكل واحد منها يفتح آفاقا عظيمة لتدبر آيات الكتاب العظيم، فتنبهوا إليها عند قراءتكم القرآن. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك العليم الحكيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.